السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا جبت لكم اليوم الوصفه ديال فقر الدم كيف ما وعدتكم، باش ان شاء الله ما يبقاش تساقط الشعر وما تبقاش البشره شاحبه وصفراء ان شاء الله باذن الله. نبداو على بركه الله. لهذه الوصفه غادي نحتاجو البرقوق هذا اللي كنطيبوا به عادي، والزبيب، الزبيب الكحل ماشي الزبيب العادي، الزبيب الكحل، حيت الزبيب الكحل اكثر فوائد من الزبيب الاخر، بحال اللي العنب الكحل اكثر فوائد من العنب الخضر. والباربه شديناها نقيناها غسلناها ونقيناها. غادي ناخذ البرقوق بعد ما غسلناه مزيان، غادي نحيدوا ليه العظم بعد ما غسلناه جيدا. غادي نحيد له هاد العظم ديالو بحال هكا، المهم غادي نكملوا هاد الكميه اللي عندنا. انا خديت غير 5 دراهم ديال البرقوق، 5 دراهم ديال الزبيب، وحبه وحده ديال الباربه باش تكون الكميه ما تكونش كثيره، حيت دابا الصيف والحراره نتوما عارفين باللي دغيا كيضيع هذا، وحنا غنشربوه باش نعاودو مره واحده اخرى نصوبوه من بعد ما نساليو هاد الكميه اللي عندنا، نعاودو مره واحده اخرى نصوبوه. غادي ناخذ البرقوق نحيدو له العظم، غادي نزيدو عليه الزبيب الاسود حتى هو بعد ما غسلناه مزيان، غادي نزيدوه عليه. غادي ناخذ الكميه كامله، انا فقط باش نوريكم 5 دراهم ديال البرقوق، 5 دراهم زبيب الكحل، وحبه كبيره ديال الباربه نقيناها وغسلناها وقطعناها. من بعد ما درنا البرقوق والزبيب غادي نزيدو لهم الباربه كيف ما قلت الكميه كامله، انا فقط دابا كنوريكم وصافي، وما غادي نستعمل الكميه كامله. وفاش نساليو هذه الكميه نعاودوها مره واحده اخرى حتى ان شاء الله نتناو من فقر الدم وللابد، نديرو التحاليل ونتاكدوا بلي ان فقر الدم ما بقاش عندنا. هكا غادي نزيدو عليهم الماء، غادي نغطيوهم بالماء بحال هكا، وغادي نديروهم في كوكوت ونقفلو عليهم ونخليوهم يطيبوا حتى يطيبوا مزيان على خاطرهم. من بعد غادي نطحنوهم في الخلاط الكهربائي، وداك العصير اللي غادي نحصلوا عليه هو اللي غادي نبقاو نشربوه 2 كيسان في اليوم، كاس في الصباح وكاس في العشيه حتى تسالى الكميه اللي عندنا. من بعد ما تسالى غادي نعاودو نكررها مره اخرى حتى ان شاء الله كيف ما قلت نديرو التحاليل ونتاكدوا ان فقر الدم ما بقاش عندنا وتنيننا منه للابد. هما البنات بعد ما طابوا، هما بعد ما طابت الباربه والزبيب والبرقوق كلشي طاب مزيان، خليناهم حتى طابوا مزيان الزبيب والباربه والبرقوق. دابا غادي نطحنوهم في الخلاط الكهربائي نوريكم كيفاش غادي تكون النتيجه. ها هو البنات الخليط، هو فاش من بعد ما كنطحنوه في الخلاط الكهربائي كنحصلوا عليه هكا، اللي قدرت تشربوا بحال هكا تشربوا، انا كنت كنشربوا بحال هكا، كنصبروا كنشربوا بحال هكا. هو المذاق ديالو بحال هكا تاكلي بحال هكا تشربي شي كونفيتي وصافي، كيجي شويه خاطر، تقدروا تشربوه غير حاولوا. ولكن المهم اللي ما قدرتيش ديري عليه شي عصير ديال البرتقال او اي عصير، زيدي عليه وخلطيه معاه وشربيه. انا درت غير هذه الكميه، اما 5 دراهم ديال البرقوق و 5 دراهم ديال الزبيب وحبه ديال الباربه كبيره راها كتعطي كميه كثيره. غادي نديروه في الثلاجه، وفي الصباح نشربو كاس وفي العشيه نشربو كاس، وان شاء الله غادي نقدروا نتغلبوا على فقر الدم. من بعد عاودي التحاليل وغتاكدي بلي فقر الدم ما بقاش، وغادي تهناي من تساقط الشعر ومن البشره الشاحبه، ولا حققتوا هادشي اللي قلت لكم وما بقاش عندكم تساقط الشعر، ما بقاتش البشره ديالكم شاحبه وتهنيتوا من فقر الدم. حتى النساء الحوامل، انا راه كنت حامله فاش كنت كنشرب هاد العصير، هاد العصير او اي حاجه المهم ممكنكم تسميوه، حتى المراه الحامل يمكن لها تاخذو. ما تنساوش تابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وتبارطاجيو باش كل شيء يستافد. والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.